بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. قبل ما أدخل في أي تفاصيل وأي جديد، النهاردة ذكرى طبعا 30 يونيو ثورة شعب، ثورة اللي بالتأكيد غيرت مجرى التاريخ مش في مصر بس، لا ده في مصر وفي الشرق الأوسط. هذه الثورة المجيدة للشعب المصري في 30 يونيو الكل نزل وشارك فيها لأنه كان خايف على مصر، والحمد لله منذ هذا التاريخ وحتى هذه اللحظة كلنا شايفين حجم الإنشاءات وحجم التطور وحجم البنية التحتية والتحديثات اللي بتحصل في جمهورية مصر العربية على المستوى الداخلي وأيضا في الملفات الخارجية، إزاي قدرت مصر تستعيد مكانتها وهيبتها في المنطقة وفي العالم كله. إن شاء الله بإذن الله مصر قادمة، إن شاء الله بإذن الله مصر بشعبها بالحكومة بسيادة الرئيس، بإذن الله كلنا هنكون على قلب رجل واحد من أجل مصلحة هذا الوطن. كل سنة وكل الشعب المصري بخير، كل سنة وحكومتنا بخير، كل سنة ورئيس جمهورية مصر العربية بخير إن شاء الله، والفترة القادمة كلنا بإذن الله هنكمل المسيرة الناجحة اللي بدأها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترات السابقة، ومعاه مكملين إن شاء الله للفترات القادمة.